منا. الو مساء النور. اهلا وسهلا اتفضلي. مبدئيا كده يعني ام بيج فان اوف يورز بجد. حضرتك بتقدمي حاجات فعلا فظيعه وكلنا بنستفيد منها. ربنا يخليك يا منا. انا كان ليا بس سؤال بسيط بخصوص الالوان. اتفضلي. هو السهره بالليل بنبقى بس نختار يعني الوان ايه المناسبه بالليل، يعني ممكن اورنج وجرين والحاجات ديت، ولا بنميل اكتر للقوامق؟ حاضر هنجاوب عليك. عندك اي سؤال تاني؟ لا ميرسي قوي. خلينا في اول سؤال، قالت الالوان انا فاهمه سؤال ان هي عارفه الالوان ممكن يبقى الفوسفارك الفوشيا بتاع، هل ينفع يتلبس بالليل ولا لا؟ يعني الفسفارك لا، النيون الحاجات دي بحسها الصبح اكتر او يعني لانش او كده. بالليل كل الالوان متاحه، يعني تلبسي نود تلبسي احمر تلبسي اخضر، بس بلاش الفسفارك النيون. لا الفسفارك مش، لكن فوشيا صوت مع سكيرت او بانز لا ممكن. الفوشيا يعتبر لون يعني لون. مش أوكي. الالوان النيون يعني في ده الفرق عنهم يعني، فمش مشكله الالوان، المهم الكات والماتيريال وكده. بالعكس.